نبدأ رادار الأخبار من بروكسل، حيث انطلقت أعمال قمة حلف شمال الأطلسي نيتو بالعاصمة البلجيكية بمشاركة عدد من قادة وزعماء العالم. من المقرر أن يناقش أعضاء الحلف مجموعة من الملفات على رأسها تعزيز قدرات الحلف ووجهة نظرهم تجاه الصين وكيفية إدارة نفوذها أي الصين المتزايد والتحديات الأمنية التي تفرضها، أيضا مواجهة أنشطة روسيا وخصوصا بشأن أوكرانيا، فضلا عن جهود التصدي للإرهاب والتهديدات الأمنية. هذا وقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حلف الناتو مهم جدا لمصالح الولايات المتحدة. تعهد بايدن بوقوف بلاده إلى جانب أوروبا في وجه أي تهديدات، دعا أيضا إلى مواجهة التحديات التي تمثلها روسيا والصين، مشيرا إلى قلق متزايد من موسكو التي تتصرف بطريقة لا تتوافق مع ما كانت تأمله واشنطن. من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ، قال إن التصاعد النفوذ العسكري الصيني يشكل تحديا، لكنه شدد على أن الناتو ليس بصدد الدخول في حرب باردة جديدة مع الصين، معتبرا أنها ليست عدو الناتو. ثمة فرص في علاقاتنا مع الصين، على سبيل المثال قضايا الحد من التسلح ومجابهة تحديات التغير المناخي، ويمكننا أن نتحاور مع الصين بشأنهما. ولكن في الوقت نفسه ما نراه على مدى سنوات هو قيام الصين بتعزيزات عسكرية كبيرة جدا واستثمارها الضخم في المجال العسكري، ما يشمل ذلك القدرات النووية الصينية وتطوير الأسلحة النووية. رأينا تصرفات مثيرة للجدل ومقلقة مثلا في بحر الصين الجنوبي. وأضاف الأمين العام لحلف الناتو أن العلاقة بين الحلف وروسيا وصلت إلى أسوأ مراحلها منذ نهاية الحرب الباردة. نحن نرى نمطا من السلوك العدائي لروسيا ضد الدول المجاورة مثل أوكرانيا وجورجيا، إضافة إلى حوادث التسميم والعدوان السبراني على دول من بينها شركاؤنا. أدى ذلك إلى تدهور العلاقة بين روسيا والناتو التي وصلت إلى أسوأ مراحلها منذ نهاية الحرب الباردة، ولكن حلف الناتو يعمل على التكيف وإيجاد الرد المناسب. كما نقوم بتعزيز دفاعنا المشترك وزيادة الإنفاق الدفاعي كل عام منذ 2014. على هامش قمة بروكسل أيضا التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن بلاده ترفض الاستغلال السياسي لملف الأديان. وأضاف ماكرون أن قيم الجمهورية الفرنسية تحترم جميع الأديان، لكنه أكد ضرورة احترام هذه القيم وعدم استغلالها. وكشف ماكرون أنه شدد خلال لقائه مع أردوغان على أهمية أن يوضح أعضاء حلف الناتو استراتيجيتهم المشتركة. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا جو تابت. أهلا وسهلا بك جو. إذن كثيرة هي الأمال المعقودة على حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذه القمة، خصوصا استعادة الناتو لدوره بعد فترة يعني فترة من البرود لنقل مع الرئيس ترامب. ما الذي يريد جو بايدن تحقيقه من هذه القمة؟ طبعا كما ذكرت، في الواقع الرئيس جو بايدن ورث من إدارة الرئيس دونالد ترامب علاقة متوترة مع الناتو كحليف استراتيجي تاريخي للولايات المتحدة. ما يريده بشكل خاص أو ما تريده الإدارة الأمريكية بشكل خاص من تقوية وتفعيل سياساتها وتقاربها مع الناتو هو التصدي للنفوذ الروسي بشكل أساسي، وتحديدا في أوكرانيا. إضافة إلى ذلك، هناك رغبة أمريكية بأن تتحالف دول الحلف لمواجهة القرصنة الروسية، العمليات التي تقوم بها موسكو، وهناك اتهامات من واشنطن بأن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي يقف وراءها، وأيضا تريد الوقوف ضد بوجه تركيا
وتوسع تركيا أو سياسات تركيا التوسعية في المنطقة، في شرق المتوسط، في ليبيا، في القوقاز، وأيضا في سوريا. وأيضا هناك رغبة لدى الحلف تقف وراءها الإدارة الأمريكية بضرورة تخلي تركيا عن نظام S-400 الصاروخي الروسي. لذلك هناك مجموعة من الأهداف السياسية والمشكلات السياسية التي تحتاج واشنطن إلى مساعدة الحلف لتنفيذها. وكما قال الرئيس جو بايدن بأن أمريكا عادت إلى الساحة الدولية وتحديدا إلى الساحة الأطلسية التي عولت عليها واشنطن تاريخيا منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أو ما يسمى بمرحلة الحرب الباردة. نعم، واضح. أشكرك شكرا جزيلا، مراسلنا من واشنطن جو تابت. وللتعليق على اللقاء الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شدد فيه على ضرورة عدم استخدام القيم الدينية، أعود لمراسلتنا عزة غريبة من باريس. إذن عزة، إلى أي درجة ترى الأوساط الفرنسية أن هذا اللقاء يعني أذاب الجليد بين الرجلين بعد كل ما حصل بينهما من تبادل تصريحات قوية؟ هو ربما مؤشر أولي على علاقة أو صفحة جديدة في العلاقة بين البلدين، خاصة مع الغزل الذي بدأته تركيا وارسلت وزير خارجيتها قبل أيام إلى باريس. وهذا الكلام الواضح اليوم كما وصفه الرئيس الفرنسي في تغريدة له، نشر من ضمنها صورة له مع أردوغان، قال بأن الكلام بين الرجلين كان جريئا وواضحا. وتحدثت لنا مصادر الإليزي بالتحديد عن موضوع ملف الأديان والإسلام بالتحديد، التأكيد على أن فرنسا تحترم الإسلام والمسلمين وبأنه كان هناك استثمار سياسي لهذا الملف وهذا ما ترفضه فرنسا، ترفض هذا الاستغلال، وهي التي واجهت تيارات الإسلام السياسي هنا في فرنسا وتواصل هذه المواجهة. من جهة أخرى هناك ملف آخر هو الملف الليبي، أيضا طالبت فرنسا تركيا بتوضيحات بشأن هذا الملف، بشأن نعم. مراسلتنا عزة غريبة من باريس، شكرا جزيلا لك، سنكتفي بهذا القدر.